And slowly, you come to realize it's all as it should be. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دارك رايك يو 8 وعلي الفلتراوي ودي دي آر. نعم دوني ديك بروفايل دانس ريفولوشن. نعم كرنج اول ذا واي. وعندنا اليوم الدك العظيم سوغالي ومسخرة لونالا. أقوى شيء لونالا، أحسن ديزاين، أحسن شكله، أحلى. أبو لونالا أقوى من أبو سوغالي كله. لونالا is the superior. سوغاليو تبا له وإلى جهنم وبئس المصير. لونالا دك بروفايل علي فرشاوي. أول شيء نشكر علي رز ودوانيته سالم هاشم عليوي على إهداءكم لونالا جولد من ألترا بريزم. بعدها نروح حق الدك بروفايل، نروح ثلاثة لونالا جي اكس، واحد بيبي لونالا، اثنين كوزميوم، واربعة كوزموك، واحد ميوتو، واحد لونالا بلس. اشرح لنا شلون هالدك يشتغل. اول شيء ما نلعب فولبكس نفس ما يلعبون بعض الناس، لان انت عندك ميوتو. اول شيء تقدر تسوي ميوتو ان تقدر تطق حق وان اتاتشمنت مع جويس باند تطق 60، وحق تو اتاتشمنتس تقدر تطق اكثر. عندك الترا اوف ذا مون فتقدر تيبه نفس ايام دارك راي بس بدون فلوت ستون، عادي تطق ماكس الكسرز اتاتش 1 ماكس الكسر ارجع ورا. اذا عندك انرجي على كوزموك، اذا ما عندك عندك شناجز وايد تقدر تسويها بميوتو. واذا عندك 3 انرجي مع تشويس باند طق 230 بسايز سترايك جي اكس تشيل ثريت 230 تطشر شيء من قدام جارد اوف وار واتس اب بوم. فعندك ايرلي جيم بريشر. غير هذا عندك لونار بريزم. لونار بريزم غير انه يسوي ريسايكل فعادي تقط كل الانرجيز مالتك وتردهم تشحنهم، يطق 20 حق الانرجيز الموجودين في اللعبه حاليا، ضدك ومعاك واللي برا واللي داخل 20 ضرب كل شيء. وانت دائما الانرجيز مالتك سيف لان عندك ابيليتي سايكيك ترانسفير مالت لونالا جي اكس اللي تسوي لك كل اللي تو قلته. شنو تسوي الابيليتي؟ قول لنا، في ناس ما يفهمون بس يعرفون سوغاليو. اي انرجي موجوده في اللعبه تقدر تحطها وين ما تبي، تحركهم بين بعض نفس ما تبي. زين راح تشوفون راح ناخذ هالمبدا وراح نعصره كذي كذي. كل الدك يشتغل على هالشغله. عندك شاتر شوت حق لونالا بيبي لونالا 40 ضرب الانرجي العالي، فتحرك مجموعة انرجيز عليه اللي تبع الكي او ويطيحون كل الانرجيز. برزم يرد، برزم يرد الانرجيز. اذا طقيت تو شات اللي هو طقت لونالا اللي هي حق اربع انرجيز طقي 120 ما مات اللي قدامك، ترجع ورا باستعمال الترا اوف ذا مون، بعدين طق وينجز اوف ذا مون تحرك الانرجيز وطق وينجز اوف ذا مون 130 وترد الانرجيز مالتهم، تضحي باللونالا بس ما تخسر الانرجي. الدك انرجي مانيبيوليشن، هذا اللي انت تبي تسوي. دك وايد تاكتيكال، وايد يحتاج ذكاء، مو نفسه قاليو حط انرجي طق. لا، في فن، في تاك، في فنس. تعال اذا ما عرفت شنو يعني فنس انت مو كفو تلعب الدك. والنهايه عندنا اثنين تابولا لحق سبورت، تقدر تزيدهم ثلاثه، اثنين نفس ما قلنا انا احب. عندنا سبورترز، اثنين سكامور، اثنين سنسيا، ثلاثه ان، ثلاثه جوزما، وواحد بروجكت. ستاندرد. ليش سبعه برو سبورتر وليش واحد بروجكت؟ واحد بروجكت نفس ما قلت توه، الدك ما يحتاج يلعب بروجكت في البدايه. اتس نايس شلون؟ اذا طلع لك طلع لك. سبع درو سبورترز، سنثيا اذا احتجته، سكامور اذا احتجته، لان هو اهم انه مره ثانيه هذا الدك تاكتيكال، تبي تخرب على قدامك عشان تفوز. جوزما ثلاثه، ليش؟ لان مرات انت تبي تذبح تاكل ايش؟ تذبح شغلات ما لها معنى عشان تاخذ البرايزز مالتك. دائما الدكس ستيج 2 بوليز، شلون؟ هم بيج بيفي جايز 250 اتش بي، ما يبي باري شخص 210، يبي باري شخص 170 اتش بي ماله، شلون؟ ليش؟ عشان مو دائما يكون عندك رقم الانرجي اللي تبيه. تبي تطق جوزما مثلا، جوزما بالميوتو مالك تحط انرجي عليه طاخ طار فرت. جوزما حق اي شيء ثاني تحط لونالا بروزم او لونالا بيبي لونالا تحط انرجي عليه طاح، شلون؟
جوزما هني مهم كستيج بالستيج 2 عشان كذي فضلته بدل احد سكند بروجكت. انا بالنهايه انت عندك كل سبورت اكاونت اللي تحتاجه. الحين الام في بي مال الدك ثلاثه اوتر دمون. ثلاثه اوتر دمون حط انرجي على اي بوكيمون عندك الا لونالا بريزم. ابيكم تركزون عليه ثلاثه ريبيت كوست الا لونالا بريزم. شو اسمه؟ ردوس اي شيء على سايك انرجي ريبيت كوست ماله ردوس باي 2. هذا مهم. كل الدك الا لونالا بريزم ريبيت كوست ماله يصير صفر مع اوتر دمون. ليش مو قاعد نلعب اربعه؟ ان اربعه اوفر كيل ما تحتاجه دائما. عندك ثلاثه جوزما فما يعني ما تقدر تعيش بدونه، بس هو اللي يخليك تحس دائما تلعب لونالا. اي واحد يلعب لونالا تحس ان البنش ماله يطفو يطفو توب عليه. هذا شغلك لونالا، يعني تحرك واحد تسوي ريتريت تحرك انرجي هنا، تسوي ريتريت تحرك انرجي هناك، تحرك انرجي كثر ما تبي بسبب لونالا جي اكس، وتسوي ريتريت ببلاش بسبب التار ذا مون، وتلعب تلعب خلاص يعني وضعك شيء يكون يعني قاعد تحرك الجنود مالتك شوي هنا شوي هنا لورا، تعال هني تعال هني طقها طراق ايزي ما في شيء. ابيك تخلي لونالا جي اكس جي محطوطين من هني عشان في وايد ايتم تشويسز معتمده على الابيلتي سايكيك ترانسفير. اربع الترا بول اربع كاندي هذا شيء مهم. ثلاثه ماكس الكسر، طق ماكس الكسر على ميوتو على ما تحصل لونالا، بس يطيح لونالا حرك وين ما تبي. فعندك دائما تاكله على البنش او ميوتو. ماكس الكسر هو اللي يسرع القدره ان تحصل الانرجيز مالتك. هذا حبيب عزيز ثلاثه ماكس بوشن. الله الله ثلاثه ماكس بوشن. اسمع الحركه البايخه، ما طقك وان شوت لاي سبب، شيل كل الانرجيز من اللبس، اعمل انرجي اكس، طق الماكس بوشن بعيرته مره ثانيه. يعني نفس ميتا جروس فلبتين. شلون؟ يعني روح عندك روح عندك اثنين تشويس باند وواحد فايتنج فيوري بيلت. ليش فايتنج فيوري بيلت؟ تحطه على ميوتو على لونالا بريزم عشان اللي قدامك يبجي ما يقدر يذبحه. لونالا بريزم هو مو جي اكس ولا اي اكس بتشويس باند، ما راح يقدر يعطيك دامج تشويس باند يصير دمه 200. نون جي اكس اي اكس دمه 200 بيسك. عندك اثنين افير بلور، اثنين افير بلور ستاندرد. ليش ما حطيت ثلاثه نفس مع ميتا جروس؟ لان عندك لونالا بريزم وميو 2، هذول الاثنين ما يحتاجون ان يصير في انرجي بريدج. دارت قاعد تلعب جاربدور، فكر اكثر وين تحط الانرجي مالتك. تخسر الفلوت اذا ما عندك فيو بلور، او اذا مثلا ضد جليسيون، بس ما تخاف وايد. ليش؟ اوكي للحين في عندك فرصه، عندك ميوتو، عندك لونالا بريزم، عندك بيبي لونالا. الدك ما يعتمد على سايكيك ترانسفير نفس قبل، يعني قبل الترا بريزم سايكيك ترانسفير كان اهم شيء بالدك، فتلعب ثلاثه فيل دور دور طرق ان تنحاش من الشغله. بس لان لونالا بريزم طلع الدك كان يعتمد اقل على ال يسمونه على سايكيك ترانسفير، عندك نفس ما تذبحك هي، بس تخلي يعطيك اوبشنز فور دايز. واحد اسكت على الشاشه عشان تفضل تدري. اخيرا وليس اخرا انرجي كلهم شايني. نعم نعم دونيشن من عزيز الله يخلي سالم وليد. ده كلهم سويت كنا كلهم عبينهم سالم سالم ورزا بش طمني يقول لنا الشايني يعطيهم العافيه. 10 12 ليش 12 مو 14؟ لان انت تردهم زين. ليش مو 10؟ ان تبي ماكس الكسر مالك يشتغل. سمع هذا الدك بروفايل. المشكله الوحيده ان لونالا تلقى ما تلقاه بالمتا وايد حاليا، خصوصا لان الله يسلمك عنده دارك ويكنس. دارك ويكنس زورا وارك دي سي اي يطقك وايد دامج. تشويس باند واحده وان شوت ايفريثينج. هذا المشكله الوحيده بهالدك. بس اذا انت بدش ستانس تبي تحس انك قاعد تلعب سمارت بوكيمون جيم زين، العب لونالا ما راح تنسى. كل النالز عندهم دارك ويكنس الا ميوتو. ميوتو عنده سايكيك ويكنس وتاكله طبعا وتاكله اللي ما ادري. فتقدر مثلا تنقص الكوزمو ومسوي ميوتو ثاني، يعتمد انت شنو تبي من الماتش اب اللي انت خايف منها. تقدر يعني تشيل انرجي تشيل كوزمو، انت تشوف نفسك تحط انرجي تحط ميوتو جي اكس ثاني شيء يساعدك في الماتش اب ضد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زور طبعا. بازول تجي طقتي
في اوبشن تقدر تحطه، انا ما فضلت اني احطه لان احس انه ما يهتم فيه وايد، اللي هو شو اسمه الفايتنج اللي كوبيز ابيليتيز او اتاكس سودو، لا مو سودو الثاني ميميك، لا الجي اكس نسيت اسمه الفايتنج مارشادو خلينا نشوف اذا موجود مارشادو تقدر تحطه، بس مشكله الاتش بي عندي وايد لو ما حيفيدك الا يفيدك زورو وارت، بس يعني زورو وارت ما يهمه يجيب ميو اكس يطير بنفس السرعه اللي انت يبدا. لاحظت انا ما احتاج يعني سرفايف، استعمل ميوتو احسن لك، بس هذا مارشادو كاوبشن اذا تبغى. ممكن اوبشن تقدر تستعمله مع يعني الماتش اب ضد ضد زورو وارت جي اكس. وهذا كان دك بروفايل العظيم الاليجانتي، اذا ما تعرف شنو الاليجانتي لا تلعب الدك هذا، هذا حق ناس فاهم راقي تمام. شوف جولدن بيربل رومان كلر، نعم رومان فنس فنس طبعا، نعم 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 نعم. هذا كان دك بروفايل كوع كوع، لا هذا جملتي كوع عليك لايك وسبسكرايب، ومحدثكم دارك راي كيو 8 وعلي فيلك هاوي زين كويتيين يعلكم الماح ان شاء الله.